خليني ابتدي بالملف الاقتصادي، وده ملف مهم جدا والابرز ايضا اللي اتخذت فيه الحكومه خلال السنوات القليله الماضيه العديد من الخطوات الايجابيه من خلال برنامج الاصلاح الاقتصادي. انعكست على نظره وتقييم المؤسسات الدوليه الكبرى للاقتصاد المصري. امبارح وخلال مشاركته في المائده المستديره لغرفه التجاره الامريكيه بواشنطن عبر الفيديو كونفرنس، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن مؤشرات الأداء الاقتصادي بتشهد تحسن خلال العام المالي الحالي، ومن المتوقع تسجيل نمو إيجابي بمعدل 2.8% من الناتج المحلي وفائض أولي 1.1%، وخفض العجز الكلي إلى 7.7%، رغم التداعيات السلبية لأزمة كورونا. أستاذ رفعت، عايز أقف في النقطة دي. أزمة كورونا أثرت على حركة التجارة العالمية، أثرت على دول كبيرة أو اقتصادات عظمى خليني أقول، وبالتالي انعكس على مواطنين هذه الدول. لكن رغم أن احنا دولة نامية بناخد قرض من صندوق النقد في فترة الإصلاح الاقتصادي، دولة خارجة من فترات تعرضت فيها لإرهاب مكثف، ورغم ذلك احنا الاقتصاد زي ما حضرتك الارقام اللي قالها دكتور محمد معيط ارقام مبشرة. الناتج المحلي هيتغير، الموازنة حتى شفنا ارقام الموازنة عاملة ازاي، نسبة التضخم انخفضت بشكل كبير، العجز في الموازنة، يعني كلها مؤشرات بتدل ان خلت المؤسسات الدولية بتقول ده ليه؟ ما هي دي برضو معادلة صعبة. لا، سؤال مهم جدا وهجاوب لحضرتك بشكل واضح وصريح، وده يرجع إلى القرار الذي أنا أعتبره شخصيا في أهميته مساويا لأهمية قرار حرب أكتوبر، وهو قرار تحرير سعر الصرف. ولما خدنا قرار تحرير وده اللي خلانا نتمكن إن احنا نواجه أزمة كورونا بنسبة نمو مستمرة دون أن نتأثر سلبيا بشكل كبير. نعم. مثل ما حدثت الأزمة في بقية الدول العالم ومن بينها أو في مقدمتها دول العالم المتقدم. إما حضرتك تعملي إصلاح لأخطاء الهيكل الاقتصادي اللي كان موجود في الدولة، وتعملي نوع من تحرير السعر بعد تحرير سعر الصرف، نوع من المواءمة ما بين تكلفة المنتج وتكلفة المستهلك وتكلفة المستورد وخلافه، دي بلا شك ساهم بشكل كبير جدا في عملية الإصلاح الاقتصادي. نعم، كان لها بعض الآثار، ده قبل أزمة كورونا، بعض الآثار الاقتصادية السلبية على المواطن البسيط والمستوى الدخل المتوسط، لكن بدأت الدولة تدخل في كثير من المبادرات والبرامج الداعمة لتكافل وكرامة والأسر الغير قادرة، سواء دعم مادي أو دعم عيني، عشان نعدي هذه المرحلة. وبالمناسبة يا أستاذة رشا، كثير من دول العالم لما فكرت في اتخاذ مثل هذا القرار وتحرير سعر الصرف، للأسف لم تتمكن من استكماله بشكل جيد، وحدثت فيها أزمات كثيرة جدا، ويمكن تراجعت مرة أخرى عن عملية الإصلاح. فعملنا هذا القرار وبدأت الأمور تاخد مسار صحيح، بدأت هناك تقدير من المؤسسات الدولية لنا بشكل جيد لخطواتنا الإصلاحية وأن احنا جادين فيها، وبدأ زي ما حضرتك أشرتي هناك مؤسسات دولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي يقرضنا بعض القروض التي تساعدنا في عملية الانطلاق والتنمية وإنشاء العديد من المشروعات الاقتصادية الكبرى التنموية، ودي اللي ساهمت بمردودها إن احنا يكون التنمية بهذا الشكل، ونستمر في حوالي التنمية في حوالي 2.8%. كثير من دول العالم اقتربت من زيرو، يعني أو 1% أو 1.5%، وفي بالسالب كمان. وليه برضه حضرتك ليه في أزمة كورونا كان الموقف أصعب؟ لما تيجي حضرتك عملية الإنتاج نفسها، وبشكل مبسط يعني عملية الإنتاج نفسها بتتراجع، لأن الناس ما بتروحش شغلها، الناس ما بسبب إصابتها ما بتذهبش إلى العمل، عملية غلق كثير من الأنشطة الاقتصادية وخاصة في الجانب التجارة الداخلية،
هقفلها تماما. هي حركه التجاره حتى العالميه تكاد تكون وقفت يعني حقيقي، فهنا بيأثر بالسلب على الاقتصاد طبعا. احنا الحمد لله تجاوزنا مع الاجراءات الاحترازيه الشديده اللي احنا اتخذناها وتجاوزنا هذه المرحله، ليس بنسبه 100% احنا، انما احنا افضل من غيرنا بكثير جدا، ودي كانت النتيجه في ظل الظروف الاقتصاديه بتاعتنا.